طائف بيحدد الغاء جميع الميليشيات، فبدنا نرجع نقرا الطائف والدستور، الطائف بيقول ما في سلاح غير سلاح الدوله اللبنانيه. مين الميليشيا اللي بدك تلغيها يعني اليوم؟ اليوم كل اي ميليشيا، اولا حزب الله. حزب الله ميليشيا؟ طبيعي ميليشيا. مش شو حزب الله؟ لا مقاومة وقت بيحارب إسرائيل، بس وقت اللي بيقتحم بيروت إذا بقول عنه ميليشيا بكون أنا لطيف جدا. أنا بالنسبة لي مارس عمل إرهابي. أنا بالنسبة لي حزب الله هو المشكلة الأساسية بالبلد، ولا حل ولا إصلاح ولا خروج من أي أزمة اقتصادية أو سياسية بظل وجود سلاح غير شرعي خارج الشرعية الرسمية. محتلين نحن كمان، محتلين نحن طبيعي طبيعي. ميليشيا حزب الله المتمثل الإيراني محتل البلد، محتل القرار السياسي. حزب الله من الأساس بيؤمن بولاية الفقيه الإيرانية، ما بيؤمن بالدستور اللبناني. حاكم الفعلي للدولة اللبنانية اليوم اسمه السيد حسن نصر الله، رئيس الدولة الفعلي اسمه سيد حسن نصر الله. ما نضحك حالنا.